في تقريبا 10 شخصيات سامة في الحياة ما ينفعش تكون موجودة في حياتك، لأنها شخصيات تبحث عن مؤلف وطبيب نفسي، وإحنا ولا مؤلفين ولا هيئة طب نفسي، يبقى استبعادهم مكسب ووجودهم خسارة. اللي بيستخسر فيك هو مش بخيل، هو بيستخسر فيك أنت تحديدا، هو مش بخيل على أي حد وبالذات نفسه، ولكنه تحديدا لما بيلاقيك في موقف صعب في وقت حرج في احتياج شديد هو بيتخلى عنك، لأن هو ما عندوش استعداد يديلك، مش عايز يبذل مجهود، مستخسر فيك انت تحديدا، مش لأنه هو بخيل، وده أصعب من البخيل اللي بيستخسر فيك. اللي بيستخسر فيك اوعى يخليه موجود في حياتك، لأنه لا يستحق ولن يكون جدير بالوجود في حياتك. المنافق ده طابور خامس في الحياة، هو يبدي لك ما يخفي، والمنافق اللي هو المنافق العصامي، في ناس كده نفاقهم عادي، لكن في ناس نفاقهم عصامي، يقول في وجهك عكس ما يقوله من وراء ظهرك، هذا المنافق البعد عنه غنيمة. الأناني، السوبر أناني، الأنانية دي يعني صفة ذميمة جدا، لما ربنا بيديها الإنسان فعلا يبقى مش راضي عنه. ليه؟ لأن ما بيبقاش ربنا صرف له بجنيه إنسانية ولا تعاطف. الأناني اعتاد أن يأخذ فقط لا يعطي أبدا. الأناني شخص سام لا يجب أن يكون في حياتك، لن يقدر ولن يكون كريما في صداقته، ولن يكون محترما في عداواته، ولو أبديت له أطنانا من الود لن يمتن. الكاره لنجاحك، الكاره لنجاحك ويبدي لك عكس ذلك، بينما هو يشتعل غلا وغيرة وحقدا منك، الكاره لنجاحك ابتعد عنه، ابعده عن طريقك. المستغل اللي بيستغل طيبتك وبيصعد على كتفك ثم ينكر اليد التي مدت إليه ويتكلم بسوء عن الكتف التي لولاها ما صعد وما كان. في شخصيات وأنماط كتيرة أيضا لابد ألا تكون موجودة. الظالم، الظالم مع كامل الإصرار والاستمتاع، هو لديه متعة في ظلمك والافتراء عليك وتأليف الأساطير عنك، كل الأساطير التي لا يمكن أن تحدث، ولكن لأنه قريب منك ممكن الناس تصدق ما يقولوا عنك. اختار الصحبة اللي تبقى معاك، لأن أسوأ الخيانات وأسوأ أنواع الخذلان يأتي من الذين يدعون القرب منك والذين يدعون المحبة لك وهم يكرهونك كراهية التحريم. المتسلط شديد الانتقاد اللي ما بيعجبوش أي شيء مهما عملت، هو منتقد فقط، هو متسلط، هو غير راضي، هو الأفهم، هو الوحيد اللي بيفهم، هو الأفهم، هو دايما أفعل التفضيل، حاسس بنفسه، بينما هو في الحقيقة هو جاهل، رضى عن جهله وجهله رضى عنه. فهذا المتسلط لا يجب أن يكون في حياتك. الحياة قصيرة جدا، مش محتاجة غير ناس حلوة، ناس طيبة قلوبها حلوة، بيدعو لك بظهر الغيب، مش بيتكلموا من ورا ظهرك، أو كارهين نجاحك أو بيستغلوك. من أكرمت ورد إليك الكرم خيبة وخذلان وأساطير وكذب وبهتان. كل ما تكرم حد سيء المحتوى بتاعه كإنسان سيء، كل ما هيكرهك أكتر، كل ما هتقدم له من الحب هيرد لك الحب بالكراهية أكتر وأكتر. كل ما أبدعت في الكرم إليه كل ما كان كارها لك أكتر وأكتر.
الشخص الآخر اللي ممكن أو مش ممكن يكون موجود في حياتك، يعني ممكن تخسره وانت مستريح وضميرك مرتاح جدا، اللي ملوش كبير، اللي ملوش كبير يعني ملوش أصل، يعني عديم الأصل، عديم الإنسانية، عديم الموهبة، عديم كل شيء، مفلس إنسانيا، المفلس إنسانيا عمره ما هيكون لا سند ولا ظهر ولا إنسان أصلا، وهتكون كل مهاراته ومواهبه في الشر، مكائد الشر، الكلام عنك بسوء ويبدي لك عكس ذلك. اللي ملوش كبير اوعى تخليه في حياتك كبير. غير المؤتمن، من لا يعتبر سرك اكتر من السر الحربي. يعني سرك ده ستر، واي خروج للاسرار ده كارثة. من يعتبر سرك فرد من الفروض الواجبة ويعتبر سترك فرض أيضا، اللي ما بيعتبرش ده هو شخص غير مؤتمن. هذا الغير المؤتمن شخص كارثي في الحياة. لا تأتمن من لا يأتمن سرك ولا يأتمن سترك ولا يأتمن لحظات ضعفك، ومن يعني يتفاخر بأشياء عنك سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، أو يفتعل وينشر أكاذيب ويؤلف أساطير عنك، هذا شخص غير مؤتمن. المؤتمن هو الذي يعتبر سرك فرض وسترك فرض.